الله تعالى كما قلنا قبل قليل غني عن المكان، كيف يكون في كل مكان؟ الله عز وجل ليس في مكان ولا في مكانين ولا في ثلاثة أمكنة ولا في كل الله عز وجل ليس في مكان أصلا. المكان خلقه، المكان خلقه، هو ليس في خلقه، هو ليس حالا. القول بالحلول والاتحاد، القول بالحلول باطل والقول بالاتحاد باطل. الله عز وجل غني، غني عن خلقه. فعندما نقول أن الله ليس في كذا ليس في كذا، ليس المعنى أن الله في كل مكان، هذا شيء غريب. الله عز وجل ليس في مكان نهائيا، ليس في أرض، ليس في هذه، كلها مخلوقات ضعيفة مقهورة، هذه مخلوقات رب العالمين، الله عز وجل غني عنها، كان قبل أن يخلقها، هذه كلها ما كانت موجودة،